طلب مورو انه يحكي معك معلم. وعن شو بده يحكي؟ قال بده يحكي عن تعاون. اي تعاون هاد؟ معلم انا ما بعرف، ما فهمت شو عم يحكي بصراحة. شرف. مراد على المدار، الامبريالية والاقطاعية والبرجوازية تعاوننا معك ضدهم، حتى لو هذا التعاون راح يفيد شعبنا أكثر أنا ما راح أقدر استمر. مورو أنت عن شو عم تحكي؟ بدي روح. ما فهمت لوين؟ الكومبرادوري الواطي جواد أقارسو قتل لي رعد أحب ثوري عندي، ولحتى نفذ انتقامي منيح أنا لازم أعمل تكتيك مختلف. ومين ماسكك؟ أنا شو لي علاقة؟ تعاوني معك أنت مربط لي إيدي. معناتها فكن يا مورو وساوي اللي بدك ياه. يلي عملته لشعبنا ما بنسى أنا ورفقاتي. أهلا وسهلا. بسلامة عمرك سيد جواد، الله يرحمه. تسلم. خسارة أخوك خسارة كبيرة، مو لك لحالك، خسارة للبلد كلها كمان. وأنا رح حاول أملأ الفراغ اللي تركه لحتى أحيي ذكرى. بتمنى، وكل زملائي بيتمنوا أنه يصير هالشي أكيد. تسلم يا أستاذ، تفضل. معك خبر، جبنا اسكندر الكبير على الموقع اللي بده إياه، وسحر الموقع حرفوا عن هدفنا الكبير. نحن المحبين لهالبلد الغالي ما منتحمل هالشي. بس بهذا البلد العظيم ما في بس اسكندر واحد، لأنه عظمة بلدنا إنها بتطلع واحد مثل اسكندر كل يوم. أنا عندي قناعة إنه الزملاء لازم يطلعوا على أفكارك ويسمعوا آرائك. كان أخوك يشارك بهالاجتماعات وقت اللي يكون عنده وقت. مشاركتي بهاي الاجتماعات شرف كبير إلي. أيمتى أقرب اجتماع؟ اليوم المساء. طلبتني سيدي. بدي اقول لك هدول المتقاعدين بيطير عقلهم بمناقشة قضايا البلد وبيجتمعوا كل فترة. حافظوا على امنهم منيح. وبدو يشارك كمان اخوه لجاويد الليلة، دخيلك بلا ما تصير اي مشاكل. من يوم ما قعدنا على هالكرسي ما مر يوم علينا الا ما في مشاكل. ما حبيت تقعد لحالها بالبيت يا ست نازك، بس ما في أكتر من هيك. وأنا كمان هيك فكرت، بس رغم هالشي ما ارتاح قلبي، قلت لروح شوف بنتي. مرحبا. أهلين مدام، اسمعيني منيح، أرجوكي تحكوا مع ابنكم. قبل ما أحكي مع ابني جاي أحكي مع بنتي يا سيد.
إبرو ما عنده شيء تقول لك إياه. مسكينة عم ترجف رجف. أنا بعرف قديش متعلق حضرتك ببنتك وبتحبها، أما بمؤسسة الزواج لازم نتصرف باعتدال. إذا رجعت عبيت أبوها مباشرة كيف بدها تبقى هي المؤسسة سليمة؟ يا مدام، اللي انبعت على بيت بنتي راس زلمة مقطوع، أنا اعتدال هذا؟ تفضلي تفضلي. ألو أحمد، تعال عندي فورا. شكرا لك. ماما لا تقومي بنتي، لا تقومي. لو ما كانت حالتي صعبة ما بجي، بس من امبارح ما نمت. عملتي منيح بنتي. عمك رح يحكي مع مراد. لو أنا رايحة كنت رح أحكي كلام كبير كتير، مشان هيك عمر ما أخذني معه. يا بنتي أنتي لا تقلقي أبدا، هالمرة الذنب على ابني مراد. يا روحي أنتي. وليش لا يعطيك اسكندر معلومات الاجتماع لألك؟ يا أما بده يعمل لك كمين، أو بده ياك أنت تروح جواد أقارصه. اتنين بيناسبوني. بس في احتمال ثالث، اسكندر بده يتخلص من هيئة المستشارين. المسألة أكيد هي مانا مسألة جواد. ليش لا يتخلص منهم؟ لأنه هنن كمان بدهم يتخلصوا منه. ابني مراد موجود؟ بابا عمر، المعلم مراد هلأ عنده ضيف. خير بابا؟ مرحبا. طبعا خير، أنا بجي غير بالخير. قال انبعت راس المرحوم الخال على بيتك يا مراد، ما هيك؟ ايه صح، بس رح اخذ بتارو. ايه وايبرو؟ شبه ايبرو؟ الميت له حق عليك والعايش ما له حق عليك؟ بتقول انتقام وتار وبتقول الي عندهم حق؟ شوف حالة ايبرو، البنت ما لها حق، شافت مصيبة بتشيب شعر الراس وبتهد رجال. ليش ما عم تسأل شو صاير فيها؟ بابا إبرو ما فيها شي. هي قالت لك؟ لا ما قالت لي، لو في شي بتقول. ماشي، وبلكي قالت لك وانت ما سمعتها. شو بابا، أنا أطراش؟ أنا ما بعرف إذا كنت أطرش ولا لا، بس رح أحكي لك حكاية أطرش. كان في رجال بيهتم بالعلاقات الإنسانية والجيرة، وكان محبوب وبيحب إنه الناس تزور بعضها. وفي مرة بعت للأطرش إنه جاره مريض، وقال الأطرش لكان لروح أسأل شو أخبار جاري، بس أنا كيف بدي أتفاهم معه؟ وصار الأطرش يدور على طريقة. أولا بدي أسأله كيفك، بس إذا جاوبني كيف بدي أفهم؟ وكمان لأنه مريض بيكون صوته ضعيف، أحسن شيء ممكن ساويه أني أتوقع شو عم يقول بس من شفايفه. وعلى هالأساس بحكي فكر كتير شلون بده يدور الحديث بينه وبين الجار. قام حضر حاله، بسأله كيفك؟ بيقلي منيح ماشي الحال، برد الحمد لله إن شاء الله دايما هيك. بعدين بسأله جار شو عم تاكل هلا؟ بيقلي لا، شربت شراب أو شوربة يمكن. بقله صحة وعافية، وبسأله مين هذا الدكتور الشاطر اللي إجا يعالجك؟
بيرد الدكتور الفلاني الفلاني. بقول له منيح كتير هالدكتور، الله فاتحها عليه وشاطر ومشهور. منيح اللي جابوا لك يا على ايد هالدكتور، بتشفى وبسرعة بتتحسن ان شاء الله. الأطرش حفظ هالجمل كلياتها عن ظهر قلب وراح يزور جار المريض. بعد ما سلم عليه وقعد جنبه سأله كيفك يا جاري؟ الجار قال له تعبان ورح موت يا جاري. الأطرش الحمد والشكر لله يا أخي. قام تضايق المريض. رد سأله الأطرش شو عم تاكل؟ رد الجار زعلان ومعصب سم الهاري والله يا جار. الأطرش ابتسم مثل ما كان مخطط قبل ما يجي وقال له صحة وهنا على قلبك. طبعا المريض عصب كتير منه بس ما فرجى قديش هو معصب. سأله الأطرش ايه اللي اي دكتور جابولك؟ عصب المريض وصرخ مين يعني؟ عزرائيل شو طبعك انت؟ وصار يولول ويصرخ ويزعوط. بس الأطرش بكل هدوء طبعا هذا الدكتور؟ والله محظوظ انت، قريبا ان شاء الله بيشفيك. اذا ما سمعنا اللي منحبهم او اعتبرناهم مسلمات او سكتناهم بجملة ما بيصير شي برأيك يا ابني. اذا ما سألنا عنهم تجرح قلبهم، اهتم فيهم وراعيهم ولا تجرح يلي بتحبهم. أنا عم أترجاك يا ميمتي، هدول الجماعة أبداً ما رح يحلوا عنك ورح يضلوا عم يحاولوا لحتى يتلوك، ولا تقول ما قلي. أنا ما بخاف من الموت يا فكرة بيك، بس بشكرك لأنك خبرتني، لو ما خبرتني كنت رحت. يا ميماتي ما تقول ما قلي، هدول غير هدوليك وغير سكندر كمان. انت عندك ولد على وش ولادي، هدول مقابل كل رصاصة بتبيعها بيقلعوا سن من سنان ابنك اللي لسه ما انولد. كأني بعت سلاح لوحدي، ما نحن بعنا سوا ونحن دفعنا الفاتورة اللي بتخصنا وزيادة، بس انت ما دفعت شي. احكي مع مراد عالم دار ليتفاهم لك مع الجماعة. الأحسن ما ندخل مراد عالم دار بهالشغلة. إبراهيم برأيك ميماتي قديش عنده فرصة بالمية لحتى يعيش؟ 0%. وبرأيي 0. ايه على شو رح نتراهن هلأ؟ خلي يمر شي يوم بلا ما نتراهن. مو زابطة، ما بيعود بيجيني نوم بالليل. مين بطل الدوري؟ سيواس. راحوا مصاريك راحوا. بشكتاش ما بيترك البطولة. هاي الشغلة خالصة سيد فكرة، سيواس هو رح يكون البطل. ميماتي انت الشاهد. لا انت رح تموت، نادي لنجلة خليها تشهد بيناتنا. هلا رح اكسب اسهل رهن بحياتي كلها، البطولة رح تكون لبشكتاش. لك بولوت وين رحت؟ كنت راهن بمصاريك عشي محرز. قومي معلمك بده ياكي. بولوت ماله مبين، عرف لي وينه هلا. حاضر معلم.
ولو تعترف بكل شيء معلم. طلعوا. ما فهمت معلم. طلعوا لبرا كلكم. انت بتعرف اني ما بعمل فيك هيك من شان فؤاد، ما هيك بولوت؟ اصبح ليش عملت هيك يا داود بيك؟ لما قريتها انهرت، ما صدقت، بس لما بحثت عرفت انه هاي حقيقة. لا كيف خدعتني كل هالسنين؟ صدقتك أكثر من أولادي، كيف خدعتني؟ وكيف بعتني؟ داود بيك كذب، لا بعرف ختيارية ولا حدا. ماشي يلدز هو اللي لفق لي هاي الوثيقة، بس كذب. كل شي بحياتي استهنت فيه أكلت منه ضربة، وما كنت أخذه جد بنوم. أما إذا الجماعة بيقدروا يراقبوني من خلال رجالي 25 سنة، هذا معناته أنه أصحاب البلد الحقيقيين هن مو أنا. أوصب راسه وارميه بالمزبلة. عمرك يا معلم. أمتع شغلة رح نفذها فيك هلأ يا بولوت. بولوت، كون اسمك يا الجين بالمحل اللي أنا فيه كان غلط وحكم عليك بالموت. ما بتتصوري قديش مبسوطة. كيف مبسوطة؟ قلتي لي مات أخوكي. إنجي إن شاء الله العمر إليك. أنا بهيك أمور ما بعرف أتصرف. ولا يهمك فوندا، صدقيني نسيت وجعي. كيف؟ ما بقدر أشرح لك كيف. أصلاً إذا شرحتي ما بفهم، لأنه الشهر الماضي ماتت أمي وما راحت من بالي ولا يوم واحد. وجعي لساته. البقية بحياتك كيف ماتت أمك؟ بالسرطان، بس هداك السافل هو يلي موتها. مين قصدك السافل؟ بابا. انتي بتعرفي لأبوكي؟ لا ابدا، بس اذا شفته رح اقتله. تكرهي لهالدرجة معقول؟ ما تربيت مثلك يا انجي، طول عمرنا هربانين من هالرجال. انتي بتعرفي شو يعني الواحد يخاف من ظله يا انجي؟ يا ترى مين بيكون؟ ما بعرف شو بدي اقلك، كل ما سألت امي بتقلي اسم جديد.
الشيء الوحيد يلي بعرفه عنه انه عميل. وقت اللي كانت حامل فيني راحت على هولندا، وهنيك غيرت هويتها، وبعمر 6 سنين انتقلنا على ألمانيا. لما خلصت الثانوية عرفنا بمرضها ورجعنا لهون وعشنا بإزمير وبعدين باسطنبول. أبوكي ما دور عليكم أبداً؟ لا، يمكن يكون مات. نحن لسه ما متنا يا أرجمنت. أنا عملت لك عمود كامل لحتى تكتب على كيفك. شو يعني هذا ما بصير بالدستور؟ بصراحة ما بيمشي الحال معه، لازم يتغير. تغير ولا ما يتغير شو علاقتك أنت؟ شو عملت الأحزاب السياسية بهالبلد حتى يعملوا بأكتر وقت صار فيه ديمقراطية؟ ليش الدستور شغلي بسيطة لحتى تنترك للأحزاب السياسية؟ أنا ما قلت إني أعملوه، قلت بهذا الدستور رح تعاني تركيا كتير كتير لفترة طويلة. حطوا إيديكم على الحكم وانتوا عملوا الدستور، ليش يعملوه مدنيين؟ بس هالشي ما عم ينفهم من زاويتك. الأستاذ والقائد نقلوا لي نقدك للمواضيع اللي عم اكتبها كلها. إذا هي قناعتكم المشتركة أنا بترك هالشغلة. ما في قناعة مشتركة ولا شيء، هني عم بيعفسوا. أنت ترك الدستور، وإذا بده ينكتب على ورقة مو المواطن اللي بيكتبه ولا أي حدا تاني بيكتبه، الدولة هي اللي بتكتبه ونحن هاي الدولة. الأستاذ والقائد ما فادتهم هاي الأجواء أبدا. بس أنا بعرف أنه ما في بيناتكم شيء. لا في شيء. ما بدي وصيك يا أرجمنت، أوعك تروح على أي محل بنوجده فيه قبل ما يصير في بيناتنا صلحة. بس المساء في اجتماع؟ خليهم يجتمعوا وأنت لا تروح. جيب لي اقتراحاتك حول موضوع الدستور والتعديلات اللازمة، خليني راجع الليلة. ها؟ بلاقي ماما هون. رحت لعندكن ما لقيت حدا، وكنت مشتاقة لبنتي فحبيت اجي. منيح. كيفك؟ صرتي احسن؟ احسن. شو رأيك انه نروح على الدكتور؟ لا ما بدي. انت شو جايبك بهالوقت؟ بقي بالي عندك. رح تعدوا كمان ولا بما اني اجيت وصلكن؟ قالوا لي انك بعتت وراي. انا قلت له لابراهيم.
هذا أخي أكيد باعت لي لحتى يراضيني. قلبه لأخي رقيق كتير، حتى لو المرة الماضية ضربني كف. ولك كيف بتروح لعند ميماتي أنت وبتقول له الجماعة رح يقتلوك؟ هروب يلا أخي، هذا الكف ما قاله تالت. ها، ولا تقول هاي المرة ما قال لي، بأوصك. طبعا هذا الكف ما له تالت يا فكرت، عندك حق، لأني رح أقتلك وامنعك من الروحة على المينا. ماشي أخي، مثل ما بدك. جاوبني، عم تعاند وبس ولا أنت مجنون؟ الكبير دايما على حق، ولحتى أنا أعتذر منك بدي تقبل دعوتي وتتعشى معي. شو رأيك أخي؟ قبل دعوتي. وأنا قلت له لإبراهيم، أنا وأخي صرنا زمان ما تعشينا مع بعض. برافو، هيك على طول بدي إياك. تدخل معي برهان يا إبراهيم إنه رح أقتله لأخي؟ بدخل. بس يا سيد فكرات، أنت وين والقتل وين؟ خاصة أخوك؟ ما التقى معلم. شو يعني ما التقى كاظم؟ ما حدا بيعرف وين راح. الواحد ما بيخبر حراسه لوين رايح؟ الله الله، مجبورين نخبركم يا ابني؟ لازم نعزم بابا عمر على العشاء؟ لك أنا عزمي يا بنتي. ايه والله فكرة، أنا ببعت حدا يجيبه. المسا بتجي بكير ما هيك؟ أكيد. عجل شوي، في عندي موعد مهم بالبيت لازم لحقه. بجوز نتأخر معلم، رايحين على شغلة صعبة كتير. إذا تأخرنا جواد السافل بينتقم مني بأبي وأمي، هنن بيقتلوني.
كانت ناجحة، بس وضعه هلا حرج، عشان هيك حطيناه بالحاضنة. هلا ما بيطلع بإيدنا غير نستنى. نستنى، مو مستعجلين. ألو، أنا رقمي بتليفون مين طلع يا أخي؟ على عيني المشدده، رح خبر الدكتور بس دقيقه. دكتور ممكن تجي على الباب هلا؟ حضرتك ميماتي باش؟ انا هو. تعرف يا الجين بولوت؟ هذا شريكي. تفضل معي. الرصاصة قطعت الشرايين ومرقت جنب المخ وطلعت من الجمجمة لبرا. يلي الله بيخليه بيعطيه فرصة للانتقام. تقدر تتفضل، بس لو سمحت لا تطول. لازم نطالع بولوت من هون وناخده على المشفى تبعنا. إذا دريو فيه ما راح يضل. أنت ليش متوتر؟ أنا مالي متوتر، عم بستنى خبر. من مين؟ من عدو لعدوي. ما فهمت. بلا ما تفهمي يا إنجي، لا تهتمي، هات احكي لي لشوف انت شلون مزاجك. بولوت انتحر، قوص حاله وفرحانة. داود تاتر أوغلو عمل كتير منيح بإقناع بولوت بالانتحار. شو في غيره كمان؟ كنت مع فوندا اليوم. صرعتي راسي بهي اللي اسمها فوندا. مين هاي فوندا؟ شو بتكون إليك؟ أمك؟ أختك؟ أنا ما عم بفهم أنت ليش متضايق كل هالقد لأني عم شوف هالبنت. أنا طول عمري بكره العلاقات الغريبة اللي مو مبنية على أساس. أنت وين وهالمغنية الشرشوحة وين؟
شو اللي بيربطكم؟ شو النقطة المشتركة؟ أنت شو دخلني؟ شو علاقتها فيني أنا؟ فوندا هي بنتك. أخي برأيك أنا وين عم بغلط؟ فكرة نحن وحدة من ثلاث عائلات عم بتدير هالبلد، ما ضل حدا ما أمرت بقتله وتصفيته لنوصل لهالقوة ولحافظ على هالقوة. بقتلك بلا ما يرفلي أي جفن. يعني معقولة تقتلني إلي أخي؟ فكرت بنصحك ما تجربني بهي. شو هالقوة اللي بتخلي الواحد يقتل حتى أخوه لحتى يحافظ عليها؟ ليه؟ بهالدنيا في نوعين من البشر، العبيد والسادة، ونحنا خيارنا واضح. ضربنا العبودية هيك بقفى إيدنا. وكيف هي؟ ما نحن عبيد لإسرائيل ولا روسيا. لكن إذا هيك بتعتبرها أنت العبد، أما أنا بعتبرها تعاون. أخي هدول الجماعة هن اللي حاطين برقبتنا الرسن، أنو تعاون؟ السيد لازمه كرباج ليضرب العبيد، والكرباج بهالبلد أنا، وإذا الكرباج بيكون بإيدي بنزله على العبد وقت اللي بدي إياه، وقت اللي بدي على اللي بيعطي الأمر كمان. وأنت كل ما نفضت الكرباج لحظة عم بتحاول حضرتك تنزل تحته. يا ابني أنا بتدخل شي بحياتك الخصوصية المنحرفة تبعك أو بسألك؟ لا، بس كيف بغطي على وساختك؟ ها؟ قوتي. يعني لولاك انت انا ولا شيء، ما هيك؟ اقل من ولا شيء. اسمعني منيح، اخوك اللي ولا شيء رح يقوصك هلا. أقصد على الدعم اللي قدمت لي إياه، بس هلا لازم نشوف إذا أنا ولا شيء ولا غلطان. شو عملتوا يا فكرة بيك؟ ما قلت لك يا إبراهيم، انت خسرت وبشكتاش هو اللي رح ياخد الدوري. يلا يا جواد، يلا بقى فوت على الوكر. نفوت معلم؟ لا، خمس دقايق خليهم يقعدوا بمحلاتهم وياخدوا نفس وبعدين منفوت.
جد هالمرة رح أقتل صاحب البيت المجنون. صاحب البيت المجنون، انت بأي حق بتفوت على بيتي بدون إذن؟ أنا بدخل لوين ما بدي. اسمع منيح، أنا إذا بكره شي ملاحقت الختايرة للصبايا. أصلاً ما طقتك، ما بدي اسمع ولا كلمة. يلا اطلع من هون. لا تقللي أدبك، ما بيصير البنت تحكي هيك مع أبوها. أنو أب هاد؟ نحن دعينا السيد جواد أقارص وهو ما خجلنا ولبى دعوتنا وإجا. أستاذ السيد أحمد ما رح يجي الليلة؟ قدمنا اعتذار رسمي. يمكن راح لعند صهره لحتى ياخذ بالخاطر. شو رأيك بالانتخابات اللي بحزبنا؟ المرشح قوي؟ ما عم بقدر صدق في زميل لهلأ بيعلق آمال على السياسة وعنده كل هالأوهام. أنا بعتبر هالشي فانتازيا طفولية. حتى طلابي اللي كنت درسهم بالعلوم السياسية ما كان في عندهم هيك أوهام. وهذا الأستاذ الكبير بيقول عن حاله أنا مرشح الحزب. مين رح ينتخبك؟ الأكراد ولا الإسلاميين؟ ضلينا نخدع بالمذاهب لحتى ملوا من هالكذب. إذا شافوه بالتلفزيون بغيروا المحطة. هاي سياسة هاي؟ وهي أستاذنا القدير مثل كل مرة على حق. أنا جاي على المنطقة جديد. كنا بالزمانات نحط خرج على الحمار ونقول للناس روحوا انتخبوا الحمار، والناس طبعا كانوا ينتخبوه. بس هلأ الرجال ما بيقدروا يفرضوا كلمة على النسوان، فكيف على التانين؟ سيد جواد، أنت عم تحكي هيك هلأ بس لا أنت ولا إسرائيل اللي علاقاتك فيها منيحة بتأيدوا الانقلاب المطروح. بعدين نحن صرنا سنين عم نقرأ بالجرايد إنكم مأيدين للنظام القائم. بس نحن عنا هدف واحد، يكون إلنا حظوة عند الحكومة وتسمع منا لما منحكي معها. الإدارة السياسية الحالية عم تلعب بالنار، من جهة عم تحاول إنها ترضي العالم العربي، ومن جهة عم تحاول تكسب إيران، ومن جهة ثالثة إسرائيل. بس هدفي الوحيد اني خرب التوازن تبعهم. بس انا بكل صراحة ماني شايف شغلي فوري مثلكم. بالعكس، بكل مجال بقول لازم ندعم العرب ونوقف معهم ونساعدهم دوما. خلي الادارة الحالية تتطلع على الاشارات المعلقة وتدعس على البنزين، وبتشوفوا اسرائيل بتعطي ضوء اخضر للانقلاب او ما بتعطي. هذا الشيء منسميه عنا بالتأجيج العكسي. الكل بيفكروا انه الإرادة الإسرائيلية والأمريكية وحدة، بس ما أنا وحدة. بتختلف إسرائيل عن أمريكا انها بتعرف المنطقة كتير منيح، ولما بدها تنحرف تركيا شوي تاني باتجاه العرب ما بتتحمل هالخطورة وراح تتدخل، وأمريكا راح تأمن لها حرية التدخل. شو يعني يا أستاذ؟ نرجع لأيام الخلافة؟ رجعوها.
إذا الخليفة اللي رح يجي بيقدر يقعد على عرشه لمدة أطول من آخر خليفة، معناها أنا ما بعرف شي. لنحكي جد، التقنية الإعلامية اللي بقصدها أنا بأيد الأستاذ بهالموضوع، لأنه بصراحة البيروقراطية العسكرية متابعة الدعاية باهتمام وبانتباه شديد. يعني الخلافة ككلمة عم تخليهم يتصلوا بالمحكمة الدستورية يا أستاذ، وبتقلنا إيمتى بدكم تحزروا الحزب وقديش رح تستنوا لسه. بعد كل دعوة حظر عم بتصير، نحن اللي بنتعذب. الجماعة بتزيد أصواتهم 50%. بالحرب لازم تتجرب كل الخطط، ما في أهمية للخسارة بهالشغلة يا أستاذ. بس خلونا ننقذ اليوم ومنفكر ببكرة. بالنسبة لنا في مؤسستين، الجيش والقضاء. خلينا نستمر بعملياتنا النفسية الحالية بهالمؤسستين، وهيك الدولة دايما فينا نقودها. طيب قلي، كيف تاركين واحد مثل هذا اللي اسمه مراد على مدار ينزع عليكم كل خططكم؟ أو خليني أقول هيك، إذا اسكندر الكبير ما بيقدر يزيح مراد على مدار من وشكم، لكن ليش اسمه الكبير؟ عبد الحي، عمل ضجة قد ما فيك. ماشي. بعدوا عن الشبابيك بسرعة، يلا برا في إطلاق نار، خليكم جوا. قولوا لي مين بيعرف غير قالوا نحن هون. خلينا نخبر اسكندر يجي وينقذنا. مين اللي باعنا اسكندر؟ بسرعة في كبسة. مين كبس علينا؟ مين برأيك؟ أكيد مراد على مدار. هذا مو جاي يقتلنا، هذا جاي يقتل جواد. ولك بدك يعني موت أنا وأنتو تعيشوا يا سفلة؟ لك مجنون.